تحت رعاية رئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء المهندس سمير الحباشنة، احتفلت جامعة الزرقاء بتخريج الفوج 22 من طلبة الجامعة والبالغ عددهم 640 طالباً وطالبة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير. هذا يوم يعني بالنسبة لنا نتاج، يعني المخرج الإنساني البشري بيدخل مادة خام ويخرج وقد هي للحياة اللي هم طلبتنا بعد ما يتحصلوا على المعرفة إن شاء الله بأعلى مستوياتها. يوم طبيعي سنوي نرفد السوق الوطني والسوق العربي بكفاءات جامعة الزرقاء من صروح الإعلام العلمية في المملكة الأردنية الهاشمية اللي رسخت أقدامها وبدأت يعني تعطي نتاج وأكل. أنا أعتقد أنه الكل فخور فيه. السنة على سبيل المثال إحنا طلبة كلية الصيدلة اللي جابوا من 93 أو 94 قبلوا في الجامعة كبعثات، يعني أولاً نرتقي في مستوى الجامعة، واثنين حفز للطلبة. المسألة مش تجارية، حفز للطلبة المتفوقين أن يأتوا. أيضاً مثلاً عندنا كلية الفقه والشريعة، تقريباً كافة الطلاب في هذه الكلية مبتعثون. اليوم تخرجت وجبت الأولى على الدفعة أدب إنجليزي. ما بتتخيلي شعوري قديش مبسوطة، يعني من أول ما دخلت الجامعة وأنا هذا هدفي عشان أتميز إنه أتوظف دغري أول ما أتخرج، والحمد لله توظفت. كتير مبسوطة إنه هاي الجامعة كتير بتجنن، يعني دكاترتي أهم إشي هون، يعني وأنا بالصفوف قاعدة بس شفت دكتوري واقف قدامي مبسوط رافع راسه، يعني إشي كتير حلو. شكرا لكم على كل إشي قدمتوا لي، وبتمنى لكم إنه تستمروا على التميز وتظلوا on top. كجامعة إحنا الشيء الجميل فيها إنها كأكاديميا تدريسها ممتاز ما شاء الله عنهم، في عندنا كدكاترة كإدارة بشكل عام إشي مرتب وشيء جميل جدا، وما شاء الله الله يعطيهم العافية ما قصروا يعني بشكل عام. بشكل عام كأمور لوجستية كمان كجامعة تعتبر رائدة بالمجال هذا. إحنا كطلاب يعني ارتحنا كدراسة، كتوفر مستلزمات الدراسية، كتوفر الجو الدراسي المناسب، هاي شيء متوفر الحمد لله. شعور يعني حلو صعب، تمام إنه حلو إنه خلاص حتخرج وصلت اللي بدي إياه، بس بنفس الوقت صعب إنه خلاص رح أترك الجامعة تعودت عليها مدة 4 سنين، فالشيء مش سهل. كان جامعة الزرقاء كجو كتير مناسب، تمام، وكدكاترة إنه منيحين من ناحية الدكاترة، وفيني إنه جو شغل تدريس. جامعتنا بتستقطب 42 جنسية من العالم، يعني في تنوع في انترناشونال طلابي، حضور طلابي. أنا بعتقد في ميزات كثير في الزرقاء، وخصوصا أنها في الزرقاء يعني خارج عمان الثقب الأسود الذي يبتلع كل شيء. أنت بتحكي في الزرقاء ويعني في واحدة من حواضر خارج العاصمة. وفي نهاية الحفل كرم المهندس سمير الحباشنة أوائل طلبة الكليات وتم توزيع الشهادات على الخريجين. ألا أبو حمدة، رؤيا.